الحجم الأغلى سعرا والذي يختلف عليه السياسيون ويتفق عليه الشعب، المقصود هنا ما يسميه الشعب البشيري، فسيكون على شاشة الشرقية في رمضان. إنه أحمد البشير مفاجأة من العيار الثقيل، ليس لأحد أن يعرف ما ينوي عمله نجما ومخرجا وربما منتجا، ولا أحد يعرف حدود شجاعته هذه المرة في عمل اختار له اسم لخة. ممسورة وانترفيل عزبك صارت لخر.